بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلفون رحمهم الله: نفعنا الله بعلومهم وبكم. الفصل الخامس في المحلى بأل. لا، ما خلصنا الفصل الرابع. ابن إذا بتتذكر قلت لكم بيتكلم عن الصفة الصريحة كدخول الأل على الفعل، وبدي أرجع يعني أعمل إضاءة على الصلة. طيب، حنرجع نحكي كلمتين وننجز ما تبقى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا، الأسماء الموصولة ذكرناها، منها ما هو للمفرد المذكر، الذي المفرد مؤنث، التي المثنى المذكر، اللذان أو اللذين المفرد المؤنث، اللتان أو اللتين، واللاتي واللائي، وهكذا. بقي عند، أو قبل ما ننتقل إلى آخر يعني اسم موصول اللي نحن لم نتكلم فيه، وهو لم يذكره هنا، لكن لا بد يعني هذا درس من تمام الدرس أن نذكره. أن نعلم أن الاسم الموصول يحتاج إلى جملة تسمى صلة الموصول، فيها عائد على هذا الموصول. جاء الذي يحب الله ورسوله، فالذي هو الفاعل، جملة يحب الله ورسوله يحب فعل، والفاعل ضمير مستتر يعود على الذي، والله لفظ الجلالة، لفظ الجلالة ما بدي يعني محل نصب، لأنه لفظ الجلالة محل نصب المفعولية. طيب، ف يعني لا أحب استخدام إمام منصوب على التعظيم، لا أحب استخدام كلمة مصلحة لفظ الجلالة، بس مفهوم الكلام أدبا، يعني هنا قالوا منصوب، هذا اللفظ منصوب على التعظيم، ليش؟ لأنه لفظ الجلالة. طيب، الله ورسوله، رسوله الواو حرف عطف، رسوله اسم معطوف على لفظ الجلالة منصوب مستتر، والهاء في محل جر مضاف إليه. هذه الجملة هي صلة الموصول، فلا بد في الأسماء الموصولة من جملة تكون صلة للموصول. وقد ذكرنا أن صلة الموصول كما تكون جملة تكون شبه جملة. جاء الذي مثلا في الدار، لأنه كائن أو مستقر، يعني هذا اسم الفاعل ينوب مكان الفعل، يعني كأنه يقول يستقر وفيه ضمير، فيقع ظرفا ويقع جارا ومجرورا، يقع ظرف ويقع جارا. جاء الذي عندك، وجاء الذي في الدار. وذكرنا أيضا أن الضمير أنه لابد في الجملة الموصولية من عائد يعود. جاء الذي يحب، قلنا الضمير في يحب يعود على الذي، أليس كذلك؟ ما. فهذا الضمير أحيانا يعني يجوز حذفه وتقديره، فسلم على أيهم أفضل، هي سواء كان في الرفع أو النصب أو الجر أو الجر بحرف الجر أو الجر بالإضافة. فأتى هو آخر فقرة كانت هذه، قال: وقد تقع الصلة ظرفا أو جرا ومجرورا، كالذي عندك، يعني جاء الذي عندك، أو في الدار، هون جار ومجرور، جاء الذي في الدار. وقد يحذف العائد، يعني الضمير الذي يعود على الاسم الموصول، نحو فسلم على أيهم أفضل. أين العائد هنا؟ هو أفضل، لما عندما يكون اسم الموصول أي. وهنا عندي حالات، لكن أنا ما بدي أتوسع أكثر من هيك، حتى يعني خذوا الخطوط العريضة، وإن كان عم نتوسع أكثر من الكتاب بكثير. عندما يكون اسم الموصول، ذكرنا أنه من الأسماء الموصولة أي، فإذا أضيف كان مبنيا، أيهم أشد على الرحمن عتية، أيهم أشد على الرحمن عتية، فهنا مبني،
في محل نصب. العائد أيهم هو أشد؟ هو هذه. ففي الآية القرآنية العائد محذوف، وهو عائد رفع، هو هو وهي وهما وهم وهن، هذه لا تكون إلا للرفع. ضمائر الرفع المنفصلة عندي ضمائر الرفع ثلاثة: ضمائر رفع منفصلة، ضمائر متصلة، ضمائر رفع أيضا متصلة، وضمائر فهنا بالمنفصلة لا يكون إلا للرفع، لكن بالمتصلة يكون ما هو للرفع ويكون ما هو للنصب ويكون ما هو للجر. أتى بمثال آخر على جواز حذف العائد في حالة النصب، قال شوف جاء باستثناء الأولى: وليته جاء بالآية القرآنية أيهم أشد على الرحمن عتيا، حتى تكون كل الأمثلة القرآنية باستثناء المثال الأول اللي هو فسلم على أيهم أفضل، الأمثلة كلها من القرآن. قال يعلم ما ما تسرون، يسرون ما يعلم ما يسرون وما يعلنون، يسرونه هذا هو العائد. فحذف العائد في حالة الرفع فسلم على أيهم أفضل، يعني هو أفضل هذا المعلوم. وحذف العائد في حالة النصب يعلم ما يسرون، يعني ما هي ما بمعنى الذي، ما يعني يعلم الذي يسرونه، فحذف العائد. وما يعلنون، وما بمعنى الذي أيضا عائدها محذوف، وما يعلنونه. جملة يعلنون وصلة الموصول لمحل لا من الإعراب، عم تركزوا معي محمد؟ جملة يعلنون، جملة يسرون لا صلة الموصول، وحذف العائد، وجملة يعلنونها كذلك. مثال الجر يا محمد، مثال الجر: فقد ما أنت قاض، آية قرآنية، أين العائد؟ لابد في الجملة الموصولية من عائد، أين العائد؟ قاضيه. لا لا ما يا ريت برفع اليد حتى أنا اللي وجه له شوف مستوى انسجامه معي. حيرنا. لا 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 حدا يجاوب إلا برفع اليد، معلش يعني عمل هيك. فقد ما أنت قاضيه تقدير. هنا حذف العائد اللي في وهو مجرور للإضافة. فقدي ما أنت، هي آية في القرآن، فقدي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وين؟ فأين العائد؟ لابد من عائد. فقدي ما أنت قاض، ضربنا فرام، قال قاضيه، وحذف العائد وهو مجرور بالإضافة قاضيه. طيب عندنا آية قرآنية جر لكن بحرف الجر، فقد ما أنت قاض يا شيخ فوزي، هذا جر بالإضافة، حذف العائد. ويشرب مما، شوف لكن ما سألت أنا، ما قلت برفع اليد مو للمشايخ بس، برفع اليد للشباب الحبايب شروان. ويشرب مما تشربون. طيب ليش قلت منهم؟ أنا بدي أسأله عائد محذوف. طيب ليه؟ لماذا قلت منه؟ لماذا لم تقل ويشرب مما تشربونه كما قلت ويعلم ما يسرون وما يعلنون؟ لماذا؟ يا ابني أنا معلش جاك تغلط، أنت إذا ما غلطت ما بتتعلم. أنا بزماني تعلمت من مشايخ كثير اللغة العربية، هاي للأمانة، لكن أشعرت أنه بقي بيني وبين اللغة العربية حاجة أنا لم أستطع أن أحطمها أو لم يتحطم أمامي، حتى تعرفت على الشيخ خالد الله يرحمه. لما تعرفت على الشيخ خالد كان يقدم لي اللغة العربية مثل اللي عم يقدم لك صحن بقلاوة، مثل من يقدم لك البوظة الشامية هيك على أصولها من عند بقداش بعز الصيف، يعني شيء طيب وانت مشوب انتبهنا. فابني انا لما بس عندما اسالك، خلينا نحكي بالفصحى بس نحن صاير فينا عم نمرق شويه عامي مشان سهوله ايضا ايصال، يعني بسبب الله يغفر لنا. طيب ف
قل لي لماذا أنت قلت، أنت طبعا سمعت مني مبارح ويشرب مما تشربون منه، فقلت اليوم تشربون منه. طيب الآية الأولى أو الآية الأولى يعلم ما يسرون وما يعلنون، قلنا العائد هو الهاء ويعلم، يعلم ما يسرونه التقدير. طيب هنا لماذا لم يقل ويشرب مما تشربونه؟ لماذا أنت قلت تشربون منه؟ لماذا؟ شوفوا ابني غلط، لا أزعل لا أزعل، بس ركز معي شو عم بحكي. أنت يصل لشغلة، أنا بدي إياك تغلط، لأنه إذا ما أنت لو هلا عم تناقشني عم تفكر هلا بعد منها لما بتسمع الجواب ما عاد تنساه بحياتها، لأنه ابني رجع للآية، رجع ركز معي أنت أحسن ما توشوشو. إيه بدك تضيعه، ركز معي. عود محمد خوجة محل مصطفى، ومصطفى محل محمد خوجة. شيخ وليد، من ما هي أصلا ويشرب من ما أصلا؟ جيد، هذا الجواب الصحيح. ويشرب من ما، احنا أدغمناها بالتجويد، مما أصلا من ما، فما ما هي؟ هي الذي، اسم الموصول. من الذي، ما اسم موصول، وجر الاسم الموصول بحرف الجر ثم أدغم به ويشرب من ما. فهون الذي ما اللي بمعنى الذي سبقت بحرف الجر ثم بعد ذلك تم إدغامهما، فطيب معناته العائد سيجر أيضا بحرف الجر ويشرب من ما تشربون منه. وضحت ابني؟ منه. إذن لما جر الاسم الموصول بحرف الجر جر أيضا العائد بحرف الجر، أما هناك الاسم الموصول ليس مجرورا، ويعلم ما تسرون إذا مفعول به، العائد مفعول به، تسرونه أو يسرونه حسب يعني سواء تعتبر بالآية أو في غيرها. واضح هذا الكلام؟ إذا لهذا قلنا، لذلك هو أتى لك بمثال أول، قال يحذف العائد عندما يكون ضمير رفع ويعلم أي على، فسلم على أيهم أفضل، رفع هو أفضل. تبانا؟ معناته لو قلنا يعلم لو قلنا يعلم بما تسرون رح تجي به، لكن بما تسرون أو بما يسرون بصير يسرون به، وبجوز ما تجي حسب يعني أحيانا بيكون التوجيه. ويشرب مما تشربون، تشربون منه، يعني السياق أحيانا يكون الفعل لا يتعدى إلى مفعول به، لاحظت أنت معي؟ لكن نحن لماذا جررنا في منه؟ لأن اسم الموصول مجرور بمن، فجر تشربوا، لاحظت أنت معي؟ نعم. طيب لأنه دخل على اسم الموصول دخل على الأصل، فيدخل على الضمير الذي يعود على هذا الأصل. فقال لنا وينه هذا؟ اعطيني جوالاتكم حطوها هون، حط جوالك محمد، ايه حط جوالك محمد، وانت طيب حطه محمد، خلص من طلب اهلك وانتقل لطلبي فورا، حول على الطلب الثاني. الكلام هنا اولا ان العائد ان صلة الموصول كما قلنا تكون جملة خبرية، لا خبرية وليست انشائية معقودة. يحب مثلا جاء الذي لكن اضربه، هذه لا تكون جملة صلة موصول، هي أنها جملة إنشائية اضربه، وأيضا لكن قالوا خبرية ولا تفتقر إلى كلام قبلها، لكن هذا بده كلام قبله ثم تستدرك. يعني أقول مثلا تسألني جاي لبنتك أو لأختك مين يخطبها، ما رأيك بفلان؟ أقول لك فلان جيد لكن لا شخصية له، فلكن تأتي استدراك
عن كلام جاء قبلها، لا شخصية له أو مسيطر عليه من قبل أهله. فهذا فإذا لا إذا كانت الجملة تفتقر إلى كلام بعدها أو كانت إنشائية لا تصلح أن تكون جملة صلة الموصول. كما تكون صلة الموصول جملة خبرية تكون أيضا شو قلنا؟ معهودة، شبه جملة. شبه جملة ما هي؟ أنا عم عيد الكلام لأنه بعرف أنه نحن تعبنا باللغة العربية، نحن هنا قاعدين مستويات مختلفة. شبه جملة جار ومجرور، جار ومجرور. جاء الذي في الدار كائن في الدار رأسا مستقر في الدار، هذا اسم فاعل. لما أقول كائن كما أقول يكون، اسم الفاعل ينوب عن الفعل وفيه ضمير يعود على اسم الموصول. وتأتي صلة الموصول ظرفا، جاء الذي عندك يعني كائن عندك. لاحظت بتقلي وين أين الضمير؟ الضمير في اسم الفاعل المقدر، انتبهنا، اللي هو مبتدأ أو خبر حسب، لكن هو مبتدأ كائن عندك. وتأتي مرفوعة، وتأتي العائد الآن يأتي مرفوعا ويأتي منصوبا ويأتي مجرورا، ويأتي مجرورا بالإضافة ويأتي مجرورا بحرف الجر. أعيد للمرة الأخيرة، فسلم على أيهم أفضل، هنا حذف العائد وهو ضمير، على أيهم هو أفضل كما جاء في الآية، لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، أيهم هو أشد. فهو عائد مرفوع ضمير منفصل. طيب العائد يكون منصوبا، يعلم ما يسرون وما يعلنون، التقدير يسرونه، وما هي بمعنى الذي، يعلم الذي ويعلنون، يسرون ويعلنون. يسرون صلة الموصول والعائد محذوف، يسرونه وما يعلنون. اللغة العربية متماسكة والله، مثل الترمواي لما او المترو لما بتلاقي ماشي على الخط، لا بحيد هيك ولا بحيد هيك، ما في كلام نجيبه من هون، هيك بيقولوا، هيك بيقول، لا ما في هيك بيقولوا، هكذا تنضبط اللغه العربيه. اللغه العربيه مضبوطه ولغه ذوق. انا والله يعني انا بتمنى تدخلوا على كتب جامعه اللغه العربيه في كوريا، اسمع ماذا تقول عميده الجامعه، شو بياخذ عنها، والله عم تتغزل باللغة العربية، وهي ليست مسلمة وليست متحجبة أصلا، تتغزل باللغة العربية وكأنها تتغزل بخطيب لها خطبها هلأ للتو وطائر أعلى فيه، هيك عم تتغزل باللغة العربية. فسلم على أيهم أفضل، هو أفضل، يعلم ما يسرون وما يعلنون، يسرونه ويعلنونه. فقد ما أنت قاض، هنا الجر بالإضافة، فقد ما أنت قاضيه، يشرب مما تشربون، هنا الجر بحرف الجر المحذوف، يشرب من الذي تشربون منه. خلصنا، بقي عندنا كل الأسماء الموصولة قرأناها وأتينا عليها بأمثلة، بقي علينا يا محمود اسم موصول واحد، هذا بده شوية تركيز، يعني بده شوية انتباه. لذلك جاء بعده في المحلى بأل. عندي أنا اسم موصول هو أل. أل أنا لما أقول رجل الرجل، هذا على فكرة درسنا اليوم، رجل الرجل، لا هذه حرف، هذا أل التعريف، رجل نكرة دخلت عليه أل التعريف هي صار معرفة، رجل الرجل. لكن إذا دخلت أل على اسم الفاعل أو اسم المفعول ولم يقصد منها الاسمية، ما قصدنا، شو اللي بنقصد منها الاسمية؟ مثلا كلمة زاهر، هذا صاحبك زاهر، هذا اسم اسم فاعل، زاهر زاهرة زاهر فاعل، انتبهت عليه.
فإذا قصدنا بكلمة زاهر الاسمية اسم زاهر، لا نحن هون ما لنا علاقة بالموضوع، هذا صار علم، هو علم من غير قلب، ستأتي على ذكرها أيضا. لكن عندي اسم فاعل ودخلت عليه قلب، قال هي هذه القلب هي اسم الموصول، وهذا اسم الفاعل هو الصلة. ما قلنا جاء الذي يحب الله ورسوله، قلنا الذي اسم موصول، جملة يحب الله ورسوله صلة الموصول، والعائد محذوف، أليس كذلك؟ طيب قال ال عندما تأتي تدخل على صفة، ذلك قال ابن مالك وصفة صريحة صلة ال، الصفة هي صلة ال، اسم الفاعل صفة صريحة، اسم المفعول صفة صريحة. شو هذا اسم الفاعل شيخ مصطفى؟ شو هذا؟ ما هو هذا اسم الفاعل؟ لا تخاف بي، لا تخاف، والله اللغة العربية أجمل صديق، أليست لغة القرآن؟ المكرم يا جماعة، ما في يعني نحن اليوم إذا ما عندنا باعث لنتعلم اللغة العربية إلا أنها لغة القرآن الكريم يكفي، والله 10 سنوات يا جماعة، 10 سنوات يعني تقريبا أكثر أقل، مشان لأني قلت والله مشان الأمانة، 10 سنوات طلاب من ماليزيا وإندونيسيا يا شيخ وليد لم ينقطعوا عني أبدا، ينهي الطالب الكتاب ويرسل لي طالبا آخر، طبعا ممنوع ندرس نحن أبناء الجاليات وكذا أمنيا في دمشق في ذلك الوقت، فيذهب الطالب ويرسل طالب آخر، قد يجتمع طالبان على الدرس، والدروس في البيت وليست في المسجد يعني، لأنه بالمسجد ما بتأخذ دخل واحد عنصر مخابرات، معك إذن؟ معك موافقة؟ أعطوني أسماءكم، أنتوا معكم موافقة أنه تقيموا في دمشق؟ يخرب بيت شو، فهن بيجوا على البيت بيدقوا الباب وبيجوا على البيت، وآخر درس كان طلعت مظاهرة بالبداية الثورة، قلت له ابني لما تجي الله يرضى عليك والله خايف عليك، خالصة إقامته، فقلت له انتظر في بيتي حتى تنتهي المظاهرة وبعد ذلك اذهب واتخذ القرار الصحيح، بعدين مشيوا كلياتهم يعني الوضع لم يعد آمنا لهم ولا لنا أصلا. المهم 10 سنوات الطلاب الماليزيين والإندونيسيين وفي أيضا بوركينا فاسو في جنوب أفريقيا مشكلين ما انقطعوا. طيب ليه، لماذا يا محمد خوجة لم ينقطعوا؟ ما علاقتهم باللغة العربية؟ هم مسلمون وهذه لغة القرآن. والله اتصل فيه واحد كانت خاف منهم تأميم الله يرضى عليها، أسود أسود أسود، لك هذا مسلم ملتزم، فاتصل فيه بعد أن قرأ ما قرأ، اتصل فيه مرة من بوركينا فاسو، أستاذ كان غير هذا، كان رقم الشام، أنا ما بيعرف يصلي، أستاذي أنا علمتني اللغة، أنا الآن أعقد درسا في اللغة العربية وهؤلاء طلابك وأحدثهم عنك وكذا، ففرحان هو أنه هو حسن بصحيفتي، إن شاء الله الله يتقبلها. فأحبابنا إذا ما عندنا باعث نتعلم اللغة العربية إلا أنها لغة القرآن الذي شرفكم الله عز وجل بحفظه. طيب اسم الفاعل ابني هلأ ضرب، كلمة ضرب هذا ما هو؟ فعل ماضي مصطفى، ضرب ما هو؟ طيب أنا إذا بدي أجيب من ضرب اسم فاعل شوفوا ماذا أقول؟ اسم فاعل ضارب برفع الإيد، اسم فاعل ضارب، لا تلي الضارب، ضرب ضارب، أكل آكل، شرب شارب، فهم فاهم، صعبة على وزن فاعل، قتل قاتل، سلب سالب، نهب ناهب، ناهب سالب ضارب شارب، كل هاي اسم فاعل. هلأ أنا إذا دخلت ال على اسم الفاعل ولم نقصد بها الإسمية، فال يا مصطفى ركز معي ابني، والله أنا ما عم بحكي مع حالي، ابلي ساعة أظافيرك ركز معي، بديك تطلع هي لغة القرآن اللي الله شرفك فيها، حفظت القرآن. الضارب قال ال هذه
اسم موصول. يعني لما بقول الضارب ولا اقصد من كلمه الضارب واحد اسمه الضارب، انتبهنا؟ يعني لا اقصد ضارب نكره وال عرفتها، لا اقصد هذا، انما اقصد الذي ضرب. ضارب ينوب عن الفعل، تبانا، ضارب يضرب، مضروب يضرب. يعني دائما اسم الفاعل ينوب عن الفعل المضارع المبني للمعلوم، واسم المفعول ينوب عن الفعل المضارع المبني للمجهول. ذلك بعد اسم الفاعل يأتي فاعل، وبعد اسم المفعول يأتي نائب فاعل. فجاء الضارب، يعني ولا أقصد بها الاسمية، يعني جاء الذي ضرب. فهذه ال التي دخلت على اسم الفاعل على ضارب هي اسم موصول، وضارب صلة الموصول. لا، ما قلنا كل اسم موصول يحتاج إلى صلة، صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. ليه هذا الكلام؟ نحن الآن عندما نعرب جاء الضارب، بس ركزوا على هاي شيخ مصطفى، جاء الضارب نقول الضارب فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة فيها، يعني هذا اختصارا، لكن هذا الإعراب ليس صحيحا، والمعربون وعلماء العربية لا يقبلون بهذا الإعراب. إذا قصدت بأل، يعني إذا لم تقصد بالضارب الإسمية، يعني زاهر، زاهر قلت الزاهر، مثل لم تقصد بها الإسمية، فأل هي الفاعل وضارب صلة الموصول، وفي ضارب ضمير يعود على أل. مو قلنا جاء الذي يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله صلة، هنا الصلة ما هي؟ ضارب. ولم نقل نحن بحاجة إلى عائد ضمير يعود على الاسم الموصول، قال الضمير في ضارب يعود على أل، هذا هو العائد. أدركت لماذا قلت لم ينتهي البحث في الدرس الماضي؟ نحن لم نعرج على هذه المسألة، ولم يأتي عليها الكتاب، على فكرة الكتاب لم يأتي عليها، لكن يعني أنتم ما شاء الله، يعني بعضكم يعني بده يصير علماء. جاء المكرم الشيخ مصطفى، عندك زواج؟ يا عزم لا على الحال، لا ما بصير عالم إذا ما تزوجت على فكرة. يا عزم جاء المكرم أخاه، جاء المكرم أخاه، الذي يكرم أخاه، إذا لم تنوي بها الاسم، يعني ما واحد اسمه مكرم. وما أنت بالحكم ترضى، وما أنت بالحكم هذا موضوع ثاني. هذه لا تدخل، الصفة الصريحة لا تدخل على الأفعال، وقد جاءت شذوذا. هذا كلام ذكره ابن مالك، ذكره ابن عقيل، ما أنت بالحكم الترضى حكومته، الذي ترضى، هذا شاذ، هي لا تدخل على الفعل، ترضى اسم الفعل، ترضى يرضى، تبهت علي؟ إيه. وفي أمثلة أخرى، بس أنا ما عم بتوصل، أنا بدي يعني غايتي في هذه الأبحاث أن تصل المعلومة إليكم التي لم يأتي على ذكرها الكتاب. انت بقى لما نقرا الله بيكرمنا بكره ونخلص ونقرا بعد لنا شي كم سنه ثانيات بابن عقيل، الله كريم، بيكرمنا الله عز وجل. والله شيء حلو. ابن عقيل على فكره كتاب ليس صعب لمن تاسس، يعني انت لا تقارن شرح ابن عقيل بشرح ابن هشام، شرح ابن هشام صعب، مو صعب يعني، لكن مستوى أعلى. شرح ابن عقيل ليس كبيرا، يعني هو اللي خلى الكتاب يصير له هذا الحجم، الإعرابات والتعليقات والشروح اللي سواه الشيخ محي الدين عبد الحميد. أما الكتاب يعني جعل الله فيه نفعا كبيرا. فأنت إذا قريت هلأ قواعد اللغة العربية ورجعت قرأت ابن عقيل بكفيك، انت لست متخصصا، لو صير للمتخصصين كمان فيك، لكن يعني وصلت الى مرحله اتقان
يعني أنت حفظت الألفية وحفظت وأتقنت شرحها وقرأت شرح ابن عقيل، رائع. إحنا في دروس قرأناها على أيد سيدنا الشيخ خالد الله يرحمه مرارا. وحلو لما بيكون الشيخ متقن بيريح الطالب. يعني مرة سألت واحد من مشايخي سؤال، أنا فت بالحيطة ما أعرف يجاوبني، نزل كتاب طالع كتاب نزل كتاب طالع كتاب، بعدين ما عاد بدي جواب أنا ضعف. انتبهت علي. أما الشيخ خالد ما شاء الله حاضر البديل يا أخي، هو كتاب يمشي على الأرض، كتاب حقيقي. ما في مسألة، يعني طبعا مو عيب الإنسان يقول بدي راجع، بس ما في مسألة قال لي يوم من الأيام حتى راجع لك. ما لحق الشيخ بدر الدين الحسني، شو بده؟ الشيخ بدر الدين مات بال 36 وملحق ودارس على إيده. شيخ، في كلام للشيخ شراوي الله يرحمه على الذي يقول، هو تعريف بحج جميل، يقول الصوفي الذي صوفي، صاف الله فصافاه الله. يعني هلا شوف دروس الوعظ ما بكون مضبوطة كثير. هلا على كل صفا فصوفي حتى سمي الصوفي، جيد الكلام. الصوفي أي ال هنا ليست التعريف، الذي صوفي. بس هي إذا صوفيا نحن الحديث سيدنا التي تدخل تكون عهدية على لا 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 الموصولية وصفة تدخل على اسم الفاعل. أما هنا إذا قلت صوفيا صارت فعل ماضي، وقلنا وصفة صريحة صفة صلة ال وكونه بمعرب الأفعال قلب. فعلى كل في دروس الوعظ يتساهل، وقال لك قل، يعني انا بدرس وعظ واخذتها على القليل، شو المانع؟ يعني العرب نطقت بها وانا بدرس وعظ، ماني بدرس لغه عربيه، لكن اذا انا بدرس لغه وعم حط اسس، لا هذا لك هذا شاذ او ورد قليلا. ماذا قال العلماء؟ نقول شباب معتبر قبل يحسن يجب، بس الفكره عليه فيها شباب قليله جدا. يعني شيخنا سعد هذا الكلام خلصنا نحن سيدنا